هنحط كابوس هذا على هذا، ما تعرفش كابوس هذا على هذا، هل يسلف منها عند هذا ويرجع لهذا وهو ماشي، هذيك هي المعيشة، حاجة معروفة، مش نعمل، مش نعيش، مش تعطيني أنت ولا مش نمد يدي، هذيك هي، ناخذ منا نبيع منا نشري منا نسلف منا نرجع منا وهي ماشي، هذيك هي الحياة. تي وزرة تخلب وتشقلب، خلينا ما نخلبش ونشقلب، زعما هما خير مني، الناس كل تو حوت ياكل حوت وقت اللي جهه يموت هذاك، ما نخلبش ونشقلب، نخدم مخي، كيما هم خدموا مخاخهم خدم انا مخي، الناس كل تخدم مخاخها وقت توا ما تخدمش مخك تموت. صراحة شنو تخدم مخك؟ لازمك تحاول تبيع وتشري تخدم اللي الموجود. هذيك هي الحياة تو، ما عادش فاهم. باش يخدم بالاجاره شنو هي الاجاره؟ باش يخدم ب 20,000 في النهار، باش عمل لك 20,000؟ أو تدخل دقيقة لهنا 20,000، ما تاخذش خبزة وطرف غلة وتموت. ما عادش ما عادش زين. كل شيء غالي وناس ناس تزيد من روسها وناس يقول لك هاو فما الأسعار وفما فماش هذا يسار، هدرة فيرة تسمع كان هاو فما فماش. كل واحد يزيد هذا تقتله تو يحب يبيعها ب 15,000 يبيع. هاي تقتلوا يبيع 3,000 يبيع، الناس كلها تخدم على زي راسها. يعني واحد من الناس تو موري تعب تشوف فيه معناتها هذيك بي وزوج صغار وامهم ظروف قاسيه برشا. قاسيه برشا على الاخر. ثم ناس تعبت، ناس تعبت مش ترمي. ماش خالت حتى شيء. تعبت تبيع. تعب برشا صغيري تعبين واني تعب معناتها الانسان معناتها كنت عامل حنطة طابونه ظروف صحية ما نجبتش لا ناس ولت ما عادش فاهمه شيء من الوضع ومن المزيره ومن الخصاصه وربي جراها السلاح وكل غالي الدنيا الكل غالي ما تلقاش علاش تحط يدك الزوالي والله مات اللحم ما ياكلوش الحوت ما ياكلوش اش مش ياكل 10,000 فرنك 20,000 فرنك ما تقضيلوش خدام الحزام ما تقضيلو تعملو حتى شيء يلزم ترقص وكيلو البطاطا ب 14,000 فرنك انا خديته تو كيفاش تحب العيشه ترخص كيفاش ترى قولي كيفاش رخصوا لنا في المعيشه كيلو طماطم تو ب 2,800 غطا الطماطم خذيته ب 14,000 فرنك 14,150 مش معقول هذا ولا مش معقول يلزم الحاكم يتلهي بينا ويرخص لنا في المعيشه تو كيما غدو موسم ما فماش لحم باش نشريو اللحم 26,000 الكيلو باش نشريو فماش باش نشريو شو عندي فستوشي عندي ها وش عندي ها خارجه تقضي بهم خارجه نقضي بهم شنو نعمل ترى قولي شنو نعمل ما عندي ما نعمل زوالي ما من الاول هم يقولوا هو مش رخص هو مش رخص السلعه غالي هو مش سعرها سعرها نص ساعة سلعه ب 2,500 حتى 3,000 المشي يقولوا طماطم كل شيء غالي السلعه كلها غالي هي العلوش 27,000 كيلو علوش الحوت هذا الحوت هو غالي الحوت فما حاجه رخيص ما عادش شيء رخيص البلاد ما عادش خاطر على شيء العباد ولا عاد خاطر على شيء الدنيا غلطت هم الجديد للبلاد هم يلزم هم يسيطروا على البلاد هم يطيحوا هم يطلعوا كان جات هم لاين بالوضع راهي الدنيا رخيصه يغلوا برا هم عاد شيء رخيص ما شد الكرس ما عارف حتى حد يعطي مصلحته ومهمته في غيره زالت حاجه تصلح في البلاد كان يقول الحين يبيعها البلاد يبيعها ولا يبيعها عاد شيء خاطر عاد شيء انا نقول لك والله بالحق ما عاد شيء رخيص لازم لها استياد كل شيء غالي انا اقول لك اي حاجه دور بعينيك حوت كل شيء غالي فما حد شيء رخيص كل شيء غالي المعيشه كلها غالي كان جو شيء تو كان الزط لو الدواء في البلاد ماشي هذاك هي شخيت الدنيا في البلاد كان شخيت فلوس كان غاد رمضان تو الوقت الحاضر صعيب على التونسي شويه وربي يقدر الخير وربي يعاون المؤمنين وبركة صعيب شويه ولا محاله اما انا الناس تعاني وكو شهر ويخرج ما يدوم حال.